وهو ملف الصحة. هذا الملف اللي ما أعرف يعني شو وقت ينحل. بابل يمكن بها مستشفى واحدة فقط، هي حديثة، مستشفى الإمام الصادق، صح هذا الكلام؟ احنا عندنا 3 مستشفيات، مدينه مرجان الطبيه ومستشفى الجمهوري والامام الصادق. الجمهوري عمرها الافتراض انتهى، الحديث منها ومستشفى الإمام الصادق. الامام الصادق حقيقه مستشفى كبيره، ومديرها رجل يعني مثابر ويعمل ليلا، ولكن تخصيصات الماليه ضعيفه. لي اقصد يعني استاذ اسد هي الوحيده الحديثه في محافظه بابل، يعني احدث صحيح شيء ما عندنا متطور. غيرها. اي زين، لحد ما عندنا برايك غيرها. هاي المستشفى كافيه للنفوس والاعداد لا الموجودين اليوم ببابل؟ احنا محافظه بابل، شوفي يعني شمال بابل المفروض اكو الى مستشفى خاصه وتخصصيه، وجنوب بابل كذلك، ووسط بابل حتى نخفف الازدحام على مركز المدينه. انا اسلفت بانه بابل 2,600,000، ما معقوله بانه مستشفى واحده تقدر تستوعب هذا الاعداد. يعني مرات بتروح بالليل من الطب للمستشفى مكتظه بالناس، بالمرضى، بالمراجعين، تشوف فد فوضى ما ممكن السيطره عليها. ليش الشرطه تقدر تسيطر؟ هذا ليش تجي؟ لان لو عندنا احنا مستشفيات في شمال بابل وجنوب بابل ممكن ان نخفف هواي عن المركز المدينه. اليوم مركز المدينه حقيقه وضعه مزري بالنسبه للصحه. يعني طالبنا دوله رئيس وزراء، وطالبنا وزير الصحة، وزير الصحة رجل متفاعل و يعني متجاوب ويانا، ان شاء الله راح يكون في جنوب بابل اعتقد الهاشميات راح يكون مستشفى، وشمال بابل مستشفى، حتى نبدا نخفف الزحام على المستشفى الموجودة هي الامام الصادق.